السلام عليكم حبابي ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم وصفة البطاطس المقلية بطريقة مختلفة كتجي زوينة وبنينة في المذاق. ما تنساوش إلى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة والضغط على اللايك باش يوصلكم كل جديد. ما نطولش لكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا واحد جوج حبات من البطاطس يكونوا متوسطين في الحجم كيف ما كتشوفوا معنا. كننقيو البطاطا ديالنا على الشكل هذا. من بعد ما كنكونوا نقينا البطاطا ديالنا كنقطعوا على الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معنا في الفيديو. من بعد ما كنكونوا انتهينا من تقطع البطاطس كنوضعوها في واحد الاناء. كنزيدوا عليها القليل من الملح. ملعقة كبيرة من الخل. وكنكبوا عليها المسخون اللي كنكونوا سخناه من قبل بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. كنخليوها في واحد 10 دقائق. من بعد كندوزو للخليط ديالنا اللي غادي نوضعو في البطاطس. كناخدو الخلاط الكهربائي كنوضعو فيه بيضة. نصف ملعقة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر. نصف ملعقة من الفلفل الحار. نصف ملعقة من الخرقوم. نصف ملعقة من الزنجبيل. نصف ملعقة من بودرة الثوم. كنوضعوا الكل في الخليط ديالنا وكنضربوا في الدراب بهذا الشكل هذا. من بعد كنزيدو واحد جوج معالق من الدقيق. كنعاودو نخلطو الكل بهالطريقة هادي حتى كنحصلو على واحد العجين اللي كيكون بهاد الشكل هذا. كناخدو البطاطس ديالنا اللي كنكونو صفيناها من قبل من داك الماء كنصبو عليها داك الخليط كيف ما كتشوفو. كنخلطو مزيان حتى كتشرب هاد الخليط ديالنا وكنوضعوها جانبا.
في مقلات اللي كنكونوا وضعنا فيها الزيت حتى كيسخن، كندورميو البطاطا ديالنا، كنضيفوا بهذه الطريقه هذه شويه بشويه باش ما تلتصقش لينا مع بعضياتها. كيف ما كتلاحظوا معنا، من بعد ما وضعنا البطاطس كنخليوها تقلى. كيف ما كتلاحظوا معنا، من بعد ما تحمرت لينا البطاطس ديالنا كنبداو نسقطرو فيها مزيان من الزيت وكنوضعوها في الطبسيل. كنكملوا الكميه اللي بقات لينا من البطاطس كنوضعوها كذلك في الزيت حتى كتقلى بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معنا. وهذا هو شكلها النهائي، كتجي رائعه وكتجي مختلفه على البطاطس العاديه كيف ما مولفين كنحضروها. شكرا على المتابعه والى اللقاء مع وصفه اخرى.